اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم ارقام والمقارنات ما بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي انبي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. احنا النهارده كله في السريع لانه ساعه واحده فقط قبل المباراه، فخلينا نروح للمقارنه الاولى ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي الاهلي والمدير الفني للنادي انبي. تمام. طبعا مستر مارتن لاسارتي اي مع النادي الاهلي وكابتن علي ماهر مع نادي انبي. لاسارتي عنده 85 لا في ثواني، اللاعب مع النادي الاهلي 18 مباراه فاز في 15 اتعادل مباراه 58 58 فاز في 15 اتعادل في 1 خسر في 2. نسبه الفوز للاسارتي مع النادي الاهلي 83.3%. نعم. لكن كابتن علي ماهر 45 سنه لاعب 16 مباراه او دربهم في 16 مباراه، فاز في 5 اتعادل في 7 خسر في 4. نسبة الفوز ليه مع نادي انبي 31.25%. مستر لعيبة النادي الاهلي مع مستر لاسارتي احرزوا 31 هدف. معدل احراز هدف في المباراة الواحدة 1.7. ودي من اعلى الاهداف زي ما اتفقنا، او من اعلى الاحراز الاهداف هي ونادي بيراميدز 2%. لكن نعم. النادي انبي احرزوا مع كابتن علي ماهر 16 هدف في 16 مباراة بمعدل هدف كل مباراة. تمام. النادي الاهلي طبعا اقوى الاقوى دفاعيا في الدوري، استقبلت شباكه 9 اهداف بس مع مستر لاسارتي في 18 مباراه، حافظ على نظافه شباكه 10 مباريات من 18 نسبه كبيره. برضو نادي انبي استقبله 13 هدف بس مع كابتن علي ماهر في 16 مباراه، ودي نسبه من النسب الجيده طبعا، بدليل كمان الشباك النظيفه 8 مباريات من 16، يعني نص المباريات خرجت شباكهم نظيفه. دي يمكن اول مقارنه معانا اللي هي كانت المدربين. خلينا نروح بعد المدربين، خلينا نروح للشناوي والبلعوط لانه النهارده هيكون لهم دور كبير في هذه المباراه. الحراس المرمى محمد الشناوي يمكن هو اعلى حارس في الدوري المصري او اكتر حارس في الدوري المصري، حافظ على نظافه شباكه، عنده 11 كلين شيت. نعم. كام لعب كام مباراه؟ 19 مباراه. استقبلت شباكه كام في ال 19 مباراه؟ 9 اهداف. لعب 1710 دقيقه. عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى انبي لعب في الفترة الأخيرة طبعا بعد ما كان في كلام أو بعض الانتقادات على عمرو حسام، فبدأ ياخد في آخر 7 مباريات. عبد العزيز البلعوطي 25 سنة لعب 16 مباراة، عدد الدقائق 1382 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه في كام من ال 16؟ 6، يعني دخل في شباكه 10 مباريات من ال 16. استقبلت شباكه كام هدف؟ 15 هدف في 16 مباراة. طيب قبل بس ما أروح للمقارنة ما بين وليد أزارو ومحمود قعود، عايزك برضو تقول لي لوكيمبي وهو واحد من اهم وافضل اللاعبين في نادي انبي، نتكلم عنه وحيدا، يعني مش عايزين نقارنه بحد ولكن نتكلم عنه وحيدا بقى، ارقامه ايه؟ يمكن لوكيمبي هو جاي من الكونغو، جاي من فيتا كلوب الكونغولي طبعا، فريق اللي احنا عارفينه في دوري ابطال افريقيا. هو عنده 22 سنه اللي هو الجناح اليمين، لعب 10 مشاركات مع نادي انبي ب 599 دقيقه، يعني حوالي 600 دقيقه، احرز هدف وصنع 3 اهداف. هو بالمناسبه النهارده لوكومبي مش موجود في الفريق الاساسي، مش في التشكيل الاساسي، لعب محمد بسيوني و احمد رفعت مكانه. مكان يعني محمد بسيوني واحمد رفعت الاجنحه. يبقى هو تشكيل نادي انبي دلوقتي معانا على الهواء مباشره برضو علشان نشوف تشكيل نادي انبي. لو جاهزين يا جماعه نتفضل، اتفضلوا. طيب البلعوطي حارس مرمى، علي فوزي ناحيه اليمين، ورامي صبري وابراهيم يحيى، وناحيه الشمال احمد عبد العزيز، محمد اشرف رؤى ومحمود غالي اثنين في وسط الملعب، احمد شكري واحمد رفعت ومحمد بسيوني، ثلاثي تحت محمود قعود. نفس التشكيل اللي قلناه امبارح ما عدا اختلاف واحد بس، هو مريح لوكومبي ومدخل مكانه محمد بسيوني، يمكن عشان الدور الدفاعي، عشان الادوار الدفاعيه بتاعت احمد رفعت وبسيوني، برضو ممكن يكون عايز يحط لوكومبي كورقه رابحه في الشوط الثاني بالظبط، ينزله باستغلال سرعاته، ولكن نفس التشكيل اللي احنا توقعناه. تمام. خلينا نروح لمقارنه ما بين وليد ازارو ومحمود قعود، الاثنين برضو اللي هيضع سواء هنا او هنا كل الاثنين ارقامهم متقاربه. نعم. يعني وليد ازارو لعب 19 مشاركه طبعا، لكن وليد ازارو لعب عدد مباريات اقل بكتير، يعني لعب 19 مباراه بس، لكن قعود لعب 30 مباراه. الاثنين مسجلين نفس عدد الاهداف، كل واحد فيهم جايب 5 اهداف. نعم. الاثنين صانعين برضو، ده اسيست وده اسيست، يعني ارقامهم متقاربه ولكن مع الفرق في 11 مباراه لصالح وليد ازارو اقل. رمضان صبحي بقى واحمد رفعت. طبعا رمضان صبحي النهارده الجناح الشمال والجناح الشمال، رمضان صبحي واحمد رفعت. رمضان صبحي لعب 14 مباراه مع النادي الاهلي، احرز هدفين وصنع هدفين، لعب 1025 دقيقه. لكن احمد رفعت لعب 10 مباريات مع نادي انبي ب 737 دقيقة، صنع 3، عنده 3 اسيست واحرز هدفين. ده يمكن احمد رفعت. تمام.
برضو من يعني الجناح هنا والجناح هنا. طب تمام، خلينا نروح بقى لاخر المقارنه معانا، علي معلول واحمد عبد العزيز في الدوري العام المصري. ده باك ليفت هنا، ليفت وهو هداف النادي الاهلي علي معلول. احمد عبد العزيز واحد من اهم او من اهم مفاتيح لعب النادي انبي. يمكن احمد عبد العزيز لسه عنده 27 سنه، علي معلول 29. عدد المشاركات علي معلول لعب 22 مشاركه. علي معلول هو الاكثر احراز للاهداف في النادي الاهلي والاكثر اسيست. نعم. جايب 6 اهداف وصنع 7، لعب 1899 دقيقه. احمد عبد العزيز في عدد المشاركات بتاعته 14 مشاركه ب 1120 دقيقه، يمكن هو ما سجلش ولا صنع ولا هدف هذا الموسم. يعني فرق واضح جدا، فرق طبعا لعلي معلول، ولكن برضه احمد عبد العزيز من اللعيبه المميزه في فريق ام بي. طيب اهم سريعا جدا النقاط بقى اللي ممكن النهارده النادي الاهلي يلعب عليها. رقم واحد، يعني انا وجهه نظري لازم ان انت النهارده، هو يعني ان لوكومبي مش موجود دي حاجه تخليك ان انت تضغط من بدري، تحاول ان انت تسجل هدف من بدري. اهم حاجه كابتن علي ماهر، اعتقد ان احمد شكري دوره ان هو هيبقى صانع العاب بيسقط ما بين الاثنين الارتكاز، وهيحول طريقه اللعب ل 4-3-2-1، وبالتالي انت محتاج تلعب على الاطراف بشكل كويس جدا. فلازم النهارده رقم واحد نشغل الاطراف احمد فتحي وعلي معلول، الكرات العرضيه، الكرات العرضيه. رقم اثنين استغلال الفرص، لازم تخلص من اول ربع ساعه، تحاول ان انت اول نص ساعه تجيب هدف مبكر ان شاء الله، هيفرق معاك كتير جدا، هيفتح الماتش، ده حاجه مهمه جدا. رقم ثلاثة، ان انت طبعا خلي بالك من نقاط القوة عندهم. محمد بسيوني لعيب مميز، والكرات الثابتة والضربات الركنية عندهم برضو يمكن نقطة ضعف في الجبهة اليسرى، يقدر ان شاء الله حسين الشحات. حسين الشحات انا شايفه النهارده ممكن يكون الماتش بتاعه، خاصة ان الجبهة اليسرى حسين الشحات ان شاء الله يعني يقدم النهارده يعني اكتر من الاداء في المباريات الاخيره باذن الله. ان شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. اشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي بعد المباراه. خلينا نطلع تقرير عن تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي امبي، وبعد هذا التقرير نستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار. النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن احمد بلال كان له دور. عايزين نقول له كل سنه وانت طيب النهارده برضه عشان موضوع الستة. فنقول له برضه كل سنه وانت طيب، وايضا النجم الكبير كابتن تامر بدوي بعد هذا الفصل.